اوروبا خو كيعطونا حقوقنا خو خلونا نمشيو لاوروبا خو طلقوا لنا الحدود باغين والو حنا باغين نمشيو لاوروبا انا ماش نقول لك معاناه الدار ولا ما عنديش ولا البطاله ولا الحمد لله بلادنا زينه فهمت ولكن الحقوق ديالنا ما عطيناها الناش والحقوق الا باغي تبحث عليها خصك انت تاديها باليد ديالك بالواجب ديالك وانا غنجيك الصراحه اديت الهجره فهمت الهجره الهجره من نقول لك البلاد غنرجع للبلاد ولا غنخدم في البلاد ولكن اديت الهجره فهمت هادشي اللي كاين شحال من شهر انت هنا تقريبا شي 4 اشهر درتي محاوله الهجره درت محاولات عاودنا المحاوله كيفاش درتي محاوله ديالي كنضرب شي فريغو ولا شي كاسكيطه ولا شي باشيه حتى كنوصل للباطو حتى كيقول لي العلاوي نزل نزل كنزل كنلقى باللي راه نبع ليا الجر ولا راه شافني السكارتي ولا راه شافني كاميرا وهاد المحاولات ماشي غير مره عدة محاولات حاولنا معاهم سكانير باش بلا ما نقول له السكانير وبرا عاود دايرين برا الكاميرات والروبوات خارج المرصى وداخل المرصى تسمى هادي ماشي حقوق تسمى عداوه هادي دوك ما يبغيش ولد البلاد حتى هو يطلع تما يصوفي راسو ويدبر على راسو حتى هو ويجي يشوف والديه يبغوك زيرو زيرو واخا اليوم كيفاش تجيب لك هاد الهجره السريه الجماعيه اللي داروا عليها الهاشتاغ هي بالحق ديالي والراي ديالي هاد الهجره كما نقولوا غير مندمجه علاش الهجوم ما كيأديش لشي حاجه صالحه بنادم اللي بغى يهجر يهجر بالواحد الهجره يهجر بالواحد واحد واحد هكا حنا الدراري في هاد الاربع شهور استنتج هنايا من هاد المرسى مثلا كل شهر كتسمع ولا 15 يوم كتسمع واحد مشى راه واحد مشى راه واحد مشى في باشيه واحد مشى في فريغو واحد مشى في ساسيه واحد ضرب في الكرياج واحد ضرب التران شويه نقولك ولكن انا في هاد الموضوع اللي قلت لي دروك في هاد 15 في الشهر الهجره الى سبته وكذا مع الراي ديالي متفق ضد الفكره ضد هاد الفكره هاد اليوم تنشوفوا السيف الان كبير تنشوفوا الامن الامن الوطني الامن الوطني بالحق هو عداوه معنا بالحق حنايا علاش كي ما كيقولكش واحد الطريقه بحال يقولك هو عنده الحق يقولك بعد ديك البلاصه ولا بعد ديك البلاصه ولا ما يسبكش الوالدين ديالك ولا غيحتقرك ولا غيضربك انا يا باللحيه ديالي بعض المرات وكيبغي يهز يدو عليا وين بلاد هذا اخو الفوال اخويا الحرب واش غندير اخويا شو كلشي اخويا انا بوفري اخويا كاين البرد اخويا والشرا ولا اخنوش اخويا فكنا من هاد الازمات واخا شحال في عمرك اولا 15 عام بالنسبه لك انت اليوم واش تسمعتي هاشتاج اجيتي لا شحال انت من الدار انا من 2023 وانا هنايا عام وانت هنا وكتدير محاوله الهجره وما كتهاجرش ديما انا ديما انا جبت مرات انا حدا باليريا ودي شتوني هذاك الكلب ولدي شت واخا بالنسبه للوضعيه ديالك علاش هاجرتي هجرة وصلت لعدم اخويا راه تو واحد الواد والواد مطلقين ما بقيتش لي شري الكتوبه والله ما جاني الحال طلع فوق القرا فهمتي طلع فوق الخوت جوج انا عندي جوج خوت والخودريه واش شي فراسي مكتوب انك جيتي فراسي تندوي ما تدوي ما وخلاتك تمشي انت تهاجر واخا كي ما قلتهاش لها ولكن جيتي انا عاد قلتها لها واش قالت لك تواصلتي معها صافي تقول لي رجع بعض المرات تقول لها لا فهمتي عاودنا على الظروف ديالكم كيفاش دايره الوضعيه كيفاش دايره وكل شيء مقود عليه اخويا شحال ويد الحمل هذه حرموا علينا حنا بلاد دابا انت ودابا انت واش مع هذا الحمل ولا ضد الحمل هذه انا ضد الحمل هذه وانا حيدوها كاع واش دايرين الحمل هذه واش دايرين واش دايرين ماشي نقص الحراقه باش كل شيء يمشي انت ضد الحمل انا ضد الحمل انا شفت المخزن كثير هنا بزاف اش هما فهمتي تيحقرو ها دايرينهم ضدنا بشي تعاونوا على الساعه هادشي باش واخا الرساله بغيتي من بغيت توجه هاد الرساله الان هادشي دابا اللي واقع الان توجه امل انا كلشي انا اخنوش كلشي توجه له دو على المعاناه يحيد لينا هاد الحمله هادي دابا كل كيتي الظروف في المغرب والديك لقاو الظروف مزيانه غادي تهاجر لا كنت عايش بخير كاع ما كنت نجي هنا كاع وكيفاش تعيش دابا وكيفاش كتاكل وكيفاش كتشرب انت شوف في الغابات هنايا ما عندك باش تاكل ما عندك باش تاكل بقاو يشتفوا عليك هنا